تتعب نفسك وتوصلني لحد باب الشقه؟ ما انت ما انتش مضمونه، ممكن تقل عقلك وترجعي مسرح ما كنت. ايه ما انت معاكي مفتاح اهو، ما تفتحي ولا لازم تزعجي امك؟ مش كفايه اللي شايفاه منك؟ استنى ثانيه واحده يا بنت، الساعه 6 الصبح، عايزه ايه؟ انا اسفه. والنبي تتاسفي على ايه؟ انت عملت حاجه تتاسفي عليها؟ صباح الخير. صباح النور. كويس كده؟ الجيران يشوفوك وانت راجع على وش الصبح. انت مش طايقني صح؟ انا زباله. انت زباله جدا. عندك حق تزعل مني، انا اوعدك ان انا هتغير، بس واحده واحده عليا يعني. انما انا متشكره قوي على النهارده، لولاك كان زماني في النيابه. بقول لك ايه؟ البتاع اللي ظبطوها في العربيه دي مش بتاعتك مش كده؟ الصراحه بتاعتي. بشرب حشيش. بس 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 ايه يا عم الحاج ده؟ ايه السياح اللي انت عملوه لي قدام بيتنا ده؟ تخرجني من لجنه تسيح لي هنا؟ انا اللي غلطان ان تدخلت عشان خاطرك. انت بنت منحرفه. انا كنت لازم اسيبك تاخدي جزائك عشان تعرفي ان الله حق. ليه كده يا دكتوره؟ احنا هنعمل الخير ونندم عليه. انا زهقت منك ومن قرفك. واضح يا بنتي انت مفيش امل منك. مش عايز اشوف خلقتك تاني. ولو عرفت انك في مصيبه ولا في بلوه مسيحه ولا ليا دعوه بيكي، هنحرق بجاز. ما تدخليش ليه؟ والله ان شاء الله عنك ما دخلتي. شاي بلبن بسكوتة بلي ريقك يعني. مش عايز حاجة من خلقتك. لا لا ما الراجل ده مخه ضارب. طبعا انتوا عارفين ان المتنبي كان اشعر شعراء عصره. وكان شاعر سيف الدولة الحمداني. سيف الدولة كان كل ما يسمع منه قصيدة يجزي له العطاء. ده أثار غيرة وحقد زملاء الشعراء. رابع مرة يتوب فيها النهاردة، شكله ما نامش بقاله أسبوع. أيوة فعلا، شايف تحت عيني أسود إزاي؟ وفي يوم اجتمع الشعراء دول وقرروا إن هم ينخربوا وراء المتنبي ويفلوا في شعر. اكتشفوا إن في 40 بيت اقتبسهم المتنبي من شعراء آخرين. 40 بيت من 40,000 بيت، مش حاجة يعني. لكن سيف الدولة أول ما عرف اتغاظ جدا وحس إن المتنبي خدعه. أول ما شافه راح راميه بدواية الحبر. ده أثر جدا في شاعرنا الكبير وخلاه يكتب أروع ما قال من شاعر. قال إيه بقى المتنبي؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويقتصر. معلش معلش انا قاعد انام واتاوب ونيمتكم معايا. معلش أهنا. امبارح كنت عند هشام طول الليلة، أي لغاية الصبح. كان عنده مشكلة كبيرة أوي وعايز نحلها. مشكلة عائلية، بقول لك بعدين عشان عندي ناس دلوقتي. يا مع السلامة.
ايوه يا هشام. والله لسه داخل المكتب دلوقتي حالا. انت ابن حلال. خير يا هلال؟ اسمع، انا كنت عندك لغايه الصبح. ايوه، من امبارح بالليل لغايه الصبح. اوبا، انت كده بقى ابتديت تلعب بديلك. وحش ده على كبر يا هلال. العب بديل ايه بس انت راخر؟ انا في المصيبه اللي انا فيها. ايوه، البت الزفت دي انا مش عارف جت لي منين. دي نزلت لي زي القضا المستعجل من ساعه ما عرفتها وانا في مصايب على طول. يا في اسم، يا في كمين، يا في ديسكو. شيء حقير. ديسكو تاني؟ الله الله الله، رئيس حزب الفضيله بقى مدمن ديسكوهات. بقول لك ايه، انا هطلبك تاني، هطلبك على طول. الو. ايوه يا هلالي، اصل انا ما بحبش اتكلم في التليفونات الحكومه في الحاجات دي. لا طبعا، ما كنتش بتكلم قدام حد. احنا دلوقتي يهمنا صورتك قدام الناس اكتر ما يهمك انت. مش حاطين كل فلوسنا في البرنامج بتاعك ده؟ لو حد شم خبر عن القصه دي البرنامج هيتوقف على طول. لا طبعا، ما انا شريك معاهم. لا، ما انا يعني شريك من بعيد باسم بنتي. ما انت عارف ان انا موظف حكومه، يعني بقدرش اشتغل في البيزنس. ما ينفعش. اوعى تجيب سيره لحد ان انا معاكم في الموضوع ده. انت عارف ان وظيفه الحكومه مش مضمونه، اهو على الاقل الواحد لما يخرج يلاقي وظيفه في شركه، اي بيزنس، بدل ما نطلع نمد ايدينا. اه طبعا، حاضر يا سيدي. انت كنت سهران معايا لغايه الصبح في البرنامج. وهي كدبة بيضة عشان خاطر الأستاذة. تحت أمرك يا دكتور. مع السلامة. مع ألف سلامة. وفي يا باشا؟ ما خلاص، ما قلنا اتجوزناها وانتصينا الحب. دي صورة من وثيقة عقد الزواج اللي أنت اتجوزت بيها جوازتك التانية، مش كده؟ معرفش يا باشا، ما هي العقودات كلها شبه بعضيها. أنت متهم بالتزوير بإعطاء بيانات غير صحيحة لموظف عمومي في محرر رسمي. لا بيه، ابوس ايدك يا باشا. قول لي بس، ايه النصيبه الجديده اللي جايبها لي الاستاذه؟ دي قضيه تزوير يا سعيد. سين، ما هو قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بالتزوير في محرر رسمي وهو وثيقه عقد الزواج، حيث انك انكرت في وثيقه عقد الزواج بانك متزوج باخرى. انا لا انكرت ولا حاجه يا سعاده الباشا، أنا بصمت وبس. على نعمة ما شفت الأسيبة خالص يا باشا، أنا قلت للمأذون املى أنت البيانات. سين، هل لديك أقوال أخرى؟ أقول إيه يا باشا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها وفي المفترية اللي عليها القصد والنية. تمت أقواله، وقد قررنا طلب الاستعلام عن أصل وثيقة عقد الزواج وإخلاء سبيل سعيد عبد ربه بضمان مالي قدره 1000 جنيه. امضي على اقوالك يا سعيد. 1000 جنيه في الليله برضه يا باشا؟ منين؟ ما هو مش حكايه دي يا سعيد. ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله ده، كل يوم والتاني هندفع لك كفاله، نجيب لك منين؟ يا معلم محروس، دي ازنه وانا واقع فيها، ولو ما وقفتش معايا في الازنه دي مين اللي هيقف معايا؟ ايوه، بس هناء المحاميه دي حبالها طويله ومش هتسيبك. معلم محروس، ما تعرفليش محامي عقد يكسب لي قضية واحدة قصادها؟ ده عاملة لي قضية تزوير. ليه؟ أنت زورت إيه يا سعيد؟ ولا حاجة، أهي بلاوي بتتحدف علينا. ربنا ينتقم منك يا هناء يا بت عبد الفضيل. أنت غلطت يا عطية، غلطت غلطة كبيرة قوي. أنت مش بتشكك في مصداقيتك أنت بس، لا، ده أنت بتشكك في مصداقية الحزب كله. طريق انت لا تعرفه ولا سمعت عنه ولا مولته ولا ساهمت في تمويله تنسبه لنفسك ليه؟ وبعدين زعلانين ان الشارع مش واقف معاكو؟ ما هو مش واقف معاكو عشان عمايلكو دي؟ يا مختار بيه، انا ما كنتش فاكر ان الهلالي ولا بكر سلمان ليهم دخل بموضوع الطريق ده خالص. انا للاسف كنت فاكر ان الحكومه هي اللي عملته. ولو كانت الحكومة هي اللي عملتها، مش كان الكلام ده اتنشر في الجرايد؟ كان اتنشر في أخبار المحليات؟
كنا خدنا خبر بيه؟ أنا جالي خبر إن الجورنال بكرة هينزل تكذيب. تكذيب؟ الطريق ده يا اخوانا مش أنا اللي عملته، وديني بقول لكم أهو، أنا ماليش علاقة بالطريق ده خالص، وما صرفتش عليه مليم أحمر، والكلام اللي اتنشر في الجرايد ده كلام مش مظبوط، هما للأسف نشروه على لساني. ليه؟ الله أعلم. إنما أنا ما عملتش الطريق ده، اللي قلته إن هعمل كوبري إن شاء الله قدام المدرسة عشان أخدم بيه ولادنا التلامذة بتوع الكفر. ليه عايز أعمل الكوبري؟ الطريق ده لما هيتعمل العربيات هتمشي فيه بأقصى سرعة، أم لما يجي عيل من عيال الكفر خارج من المدرسة وبيعدي الطريق، الله لا يقدر يعني ممكن عربية تدهسه، وأنا عندي ضوفر عيل من عيال القفر بالدنيا كلها، والكوبري ده مش هيخدم التلامذة وبس، لا ده هيخدم البلد كلها، الأهالي مش هيضطروا يلفوا لآخر البلد عشان يروح السوق يجيبوا الحاجات والمحتاجات اللي عايزينها، ما هم هيعدوا من على الكوبري إن شاء الله. عشان كده أنا بعمل الكوبري ده عشانكوا يا أهل كفر أصال. وإيه الرسومات الهندسية أهي الرسومات الهندسية بتاعت الكوبري، وهو جاهز للتنفيذ إن شاء الله في أقرب وقت. أنا أحب أدي كل واحد والشهادة لله، الطريق اللي عمله الدكتور مصطفى الهلالي هو ما عملهوش بفلوس، بس هو الحقيقة يعني ليه جماعة أصحابه كده من كبار رجال الأعمال اللي انتوا عارفينهم، يعني هم اللي صرفوا على الطريق، كتر خيره وكتر خيرهم. أنا بقى مرضتش أشارك في الطريق ده. ليه مرضتش أشارك؟ لعدة أسباب. أولاً الطريق ده هيجور على الأرض الزراعية، ثانيا الطريق ده هياكل أراضي كتير من بتاعة الفلاحين البسطاء الغلابة، ثالثا الطريق ده هيسهل الوصول والدخول إلى كفر أصالة. هيعمل إيه؟ هيدي فرصة للمجرمين والهاربين من القانون والخارجين على الشرعية ييجوا على الكفر، يعني فجأة كده هنلاقي الكفر بقى متوى للمغنواتية والرقصين والمغندراتية. طب هي دي الأخلاق؟ هي دي الأخلاق اللي بيتكلم عنها رئيس حزب الفضيلة؟ أنا عشان كده مرضتش أشارك في الطريق ده، وفي سبب تاني، سبب في منتهى الخطورة، الطريق ده هندسيا معمول غلط. ليه؟ لأنه ماشي كده والمفروض يمشي كده، ده رأيي وبقوله بكل صراحة ووضوح، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وهي دي الشفافية اللي هي أحلى حاجة فيها. وديني قلت كل حاجة وبكل صراحة قدامك اهو عشان أبرأ ذمتي خالص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عطية يا عطية، ده انت رمز الشفافية. يا عطية انت رمز الشفافية. والله الراجل ده كلامه صح. طريق ايه وبتاع ايه؟ الكوبري احسن من الطريق بيتمر. ما بلاش الاونطه دي يا خميس. طب ادي الطريق اللي مش عاجبكم، فين بقى الكوبري يا اخويا؟ ما الرسومات جاهزه اهي واقفه على التنفيذ، ولا انت مالكوش الا اللي قدامكم؟ الو ايوه مختار بيه، شفت المؤتمر؟ شفته؟ ايه راي سعادتك؟ طب الحمد لله، ده من فضل ربنا. يلا عشان ينزلوا بقى اللي عايزين ينزلوه في الجرانين. يعني ايه الموضوع اتحرق يا ريس؟ الله، انت ما بتشوفش التلفزيون يا لطفي؟ كل المحطات والجرايد صوروه وهو بيقول ان مش هو اللي عامل الطريق، يعني راجل بيكذبنا قبل ما ننشر. اذا كان هو اللي قايل لي بعظمة لسانه ان هو اللي عمل المشروع وصارف عليه كام وبالارقام كمان. يا لطفي انا مش بكذبك انت، لكن الموضوع دلوقتي بقى تحصيل حاصل. احنا كان عندنا سبق صحفي ان عطية السعاتي مش هو اللي عامل الطريق وان اللي عمله الهلالي، دلوقتي هو طلع على كل الدنيا وقال ان مش هو اللي عامله. وبعدين يا ريس،
هنسيبه يلعب بينا كده؟ همتك انت بقى. انا عايز منك موضوع في خلال 3 ساعات تقول لي فيه مين هو عطية الساعات بالتفصيل. هتقدر؟ هقدر يا فندم. صباح الخير يا طنط. نانسي عامله ايه دلوقتي؟ هي مالها؟ ما هي كويسه؟ لا ابدا، اصلها رجعت امبارح الظهر جالها شويه برد في المعده. ازيك يالا؟ ايه اللي برشتك عينه السعاده؟ لحقت تنام وتصحى؟ قلت اطمن عليكي قبل ما اروح انام. كويس والله، فكر خير. تعالى الدهول بقى سميني عشان مش جاي نوم. الحكايه عليت قوي بعد ما انت مشيت امبارح. مش البنت نسرين اتخانقت هي والواد كريم وقفشوا على بعض لما حب يزودها معاها ورقعته حته علقه؟ تقوليش كونج فو تايكوندو مسخره مسخره. كانت عايزه كاميرا تسيبها عشان الحكومه قفلتني امبارح. حطي يخرب بيتك. قفشوك ازاي؟ بالهباب اللي انت حطيته لي يا اخويا، كنت هتطص فيها 3 سنين. كنت تيجي تزورني بكيلو كانتالوب. يا نهار اسود، حد يحط الحشيش في تابلوه العربيه يا حمار؟ مش انا قلت لك ما بعرفش الف؟ كنت لفهولي مدهوني كده تهمه. طب وعملت ايه؟ الملاك الحارس بتاعي هو اللي انقذني. الدكتور اسم الله عليك، دكتور هلالي. الضابط اول ما شافه كانه شاف ابوه، كان ناقص يترمي في حضنه ويقعد يعيط. انت مش كنت مشيتي بعربيتك؟ ايه اللي رجع لك الجدع ده تاني؟ هو كان ماشي قدامي. اقطع دراعي. اما كان الراجل ده بيحبك، ايه رايك بقى؟ يلا بلاش هبل، يحبني ده ايه؟ طب انا مصور، تعالي شوفي بنفسك. يخرب بيتك، انت صورته امتى وازاي؟ بصي بصي، ده لما دوختي وقعتي في الاول كان عمال يصوت ويصرخ زي اللي قلبه هيفط منه، وده بقى لما رجعت بس عامله ازاي؟ اشتغل. ايوه بس هو يحبني امتى؟ تحيانا شافني كم مره؟ هو من ساعه ما جانا هو عامل كده، باين راجل حبيب في ناس كده. طب اسمعي كلامي، ادي للراجل ده ريق حلو طقم حنان وشوفيه هيتدهول ازاي. اصل انا نفسي اعمل له شريط. يلا حرام عليك، هو كان عمل لك ايه عشان تقرش ملحته كده؟ ولا قرش ملحته ولا حاجه، ده من باب التسليه، ده احنا والله العظيم هنضحك ضحك. ما تبقيش اتمه، هتخسري ايه؟ لو طلع ما بيحبكيش وكسبت الرهان هجيب لك وقيه على وقيه على بعضها والفها لك سجاير واديها لك في 4 علب مقفولين. ولو طلع بيحبك وكسبت انا الرهان هنفوقه. مش هو داير عمال يفوق لي في العالم؟ سيبينا احنا بقى نفوقه. انا هجيب له موبايل بكاميرا بتلف في جميع الاتجاهات وهفضل وراكوا لحظه بلحظه وهنقل الصور على الفوتوشوب. ده هيبقى فيلم عالمي. سيبني افكر شويه واقلبها مع نفسي. ايوه حضرتك هتعمل برنامج النهارده في التلفزيون؟ اه يا حبيبي ان شاء الله. الشعر العربي كانت ممتازه. ربنا يزيدك من محبه الناس، ربنا ينصرك على مين يا عديك. رضوان ليهم حق يغيروا منك، انا هو حد له الشعبيه دي كلها؟ انما ايه حكايه حلمي دي؟ ماله بيك يعني؟ حلم مين؟ الراجل زميلك دي اللي بيحقد عليك. انت عرفت منين؟ ما هو انا من الصبح لقيت نفسي فاضي، قلت تروح فين غير لحبيبك؟ بس ما حبيتش اعطلك، قلت استنى جنب العربيه لحد ما تنزل. ايوه عرفت ازاي حكايه الدكتور حلمي؟ ما هو اصله كان جاي يركن عربيته هنا، شاف عربيتك ركبه متعفري ونده الامن بقى وعمل مشكله. ربك والحق، انا كنت عايز اطبق في زماره رقبته، اصلي انا ما طقش اسمع كلمه عليك. ها قول لي عملت ايه؟ في ايه؟ يا رضوان انت سايبني بعد نص الليل، انا ما نمتش لغايه دلوقتي. ماني عارف مشغولياتك، ما عشان كده قلت البدلك. هو انت مش رايح له؟ رايح لي مين؟ لبكري بيه سلمان. انت بس يا رضوان، انا عندي استوديو طالع على الهواء. طب ومال؟ ما احنا نعدي عليه في طريقنا، الدائرة دلوقتي مقرب المسافات على الاخر، هما 5 ثواني وربنا ما يحرمني منك. الا قول لي هي صورة الشهادة الأصلية بتاع الثانوية العامة معاك؟ لا. لا؟ لا ازاي؟ ده انا سايبها عندك في المكتب. مش ركز يا هلالي، معقول حد يسيب ورقه مهمه زي دي تقع في ايد حد كده ولا كده؟ قول لي، هو حد بيدخل المكتب غيرك ولا انت بس اللي معاك المفتاح؟ الحزب كله بيدخل المكتب. ايه؟ الحزب كله بيدخل المكتب؟
طب يلا بسرعه ربنا يستر يلا. معقوله يا اخوانا؟ معقوله هنضيع اليوم كله في تنظيف مكتب؟ محدش يجي جنب اي حاجه على المكتب دي مصالح ناس يا اخوانا. حاضر يا اخويا. انا هشيل كل حاجه بنفسي وبعدين بلمعه عشان اعرف ارجعها مكانها. شهادة الثانوية العامة بتاع الدكتور هلالي؟ ياه دي من زمان قوي. بسم الله ما شاء الله. شكلك كان زي القمر وانت صغير. طول عمرك وشك سمح يا هلالي. وريني كده يا استاذ مسعد. الوش السمح يفضل طول عمره سمح، حكم ربنا راضي عليه. طبعا الدكتور الهلالي كان بيطلع من الاوائل، مش كده يا استاذ مسعد؟ امال ايه يا ابني؟ ده بلدياتي. وهو صغير في البلد كانوا مسمينه الشاعر، وفي الجامعة كانوا مسمينه النبغة. عشان كل سنة كان بيطلع الأول، ولما خد الماجستير الأساتذة بتوعه كانوا مبهورين بيه، ولما خد الدكتوراه كان أشهر دكتور في العالم العربي مش في مصر بس، واتعرض عليه فلوس كتير قوي عشان يدرس في الجامعات الخاصة، لكن هو رفض. ابن كفر أصالة، لما نشوف درجاته أكيد حاجة تشرح القلب. لغة عربية 40 من 40، مش بقول لكم شاعر؟ الدين 20 من 20. بتعمل إيه يا مش كنت لسه بقرا لهم درجات حضرتك يا دكتور عشان يعرفوا ان النجاح مش بالسهل. يا دوبك قلت لهم العربي 40 من 40 والدين 20 من 20، هات بقى اكمل لهم بقيه الدرجات. درجات ايه اللي انت عايز تشوفها يا استاذ مسعد؟ قال لك الدرجات النهائيه طبعا في كل المواد. الدكتور الهلالي كان اشطر واحد في كفر اصاله كلات، وما ده لما كان في اولى ثانوي كان بيشرح اللي بتوع ثانويه عامه. يا دوب البرنامج كده. لما حضرتك كنت جاي عايز حاجه يا دكتور؟ انا كنت عايز ورقه خاصه بالبرنامج مش مهم. طب ادور لحضرتك عليها. لا مش مهم خلاص. طب والله ممكن نفوت على بنك البيت، الطريق فاضي وانت يا دوب هتشوفوك معاه وخلاص. واحنا كويس انهم ما شافوش الورقه، كنا رحنا في توكر، هي صريح صوره ما هياش اصل يعني، انما اهي انت رايح فين؟ رايح فين؟ انا عندي هوا دلوقتي ومتاخر. طب وماله؟ نخلص الهوا ونطلع على بنك البيت. اتفضل يا دكتور. باقي 5 دقايق على البرنامج. محمود ركب الميكروفون للدكتور بسرعه. يلا يا جماعه جاهزين؟ دكتور هلالي احنا على الهوا يا دكتور. دكتور هلالي حد يشاور له يا جماعه. يا احمد شاور له. يا محسن هو ماله ابوك النهارده؟ ماله في ايه؟ هو ساكت ليه؟ ايوه انا معلش انا اسف جدا سرحت جل من لا يسهو. اهلا بكم في الطريق الوحيد واول كلامي سلام. رغم ان انا من زمان بعمل البرنامج ده لكن واضح ان انا كائن غير تلفزيوني. سرحت منكم معلش انا اسف على الخطا ده. هو على العموم انا متهيألي ان مفيش بني ادم ما بيغلطش. البني آدم خطأ بطبعه، بس الخطأ أنواع. في خطأ يكبر مع الزمن، وفي خطأ تدفع ثمنه وانت ما عملتوش. لكن أسوأ أنواع الأخطاء الخطأ اللي ينتج عنه ضحايا، والخطأ اللي من النوع ده الدنيا لا يمكن تنساهولك، يفضل يطردك طول عمرك. ليه واحد صاحبي كان سايق عربيته في الطريق، خبط واحد عن طريق الخطأ، بس الخطأ الأكبر بقى إن سابه وجري. قعد 5 سنين ضميره متعذب، حاسس إنه قاتل. وصل بيه الحال لدرجة إنه ما بينامش غير بالحبوب المنومة.
لغايه ما جالي وحكالي. قلت له الله، طب ما تروح تسال على الراجل ده، مش يمكن ما ماتش، وحتى لو لا قدر الله مات يمكن اهله محتاجين معونه بعد 5 سنين من موته. وراح صاحبي فعلا سال على الراجل، لقاه ما ماتش ولقاه امن الحادثه ولا كان في حاجه. بس المفاجاه الكبيره قوي ان لقاه مريض بمرض خطير جدا بين الحياه والموت، محتاج يسافر بره يعمل عمليه تنقذه. صاحبي الحقيقه لقاها فرصه، سفره بره على حسابه وعمل له العمليه والراجل رجع سليم. وكأن شفاء الراجل ده مكتوب على ايدين الراجل ده، وسبحانه وتعالى مسبب الاسباب. اللهم صل على النبي، الله ينور. ده ايه ده؟ انا قاعد مع المخرج وهو بيشتغل. ايه الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده؟ مش يلا بينا؟ استنى بس 5 في العربيه كده، انا اشوف الانسه دي من طرف ناس عزاز علي. انا مستنيك. انت ايه اللي جابك؟ مش قلت لك انا مش عايز اشوف وشك؟ طب اركب العربية بقى. اركب بايه؟ انا معايا ناس في عربيتي. اركب، عايزاك في كلمتين. اركب. انت ايه اللي بتعمليه ده؟ مش هتبطلي شغل الجنان بتاعك ده؟ بقول لك ايه، انا بحبك، بحبك وعايزه اتجوزك، ايه راي حضرتك؟ بتقولي ايه يا بنت؟ بقول لك بحبك ومش عارفه انام من امبارح، مش عارفه افكر غير فيك. تحب مين يا مجنونه انت؟ انا زي ابوكي، الزفت اللي بتشربيه ده لحس دماغك ولا ايه؟ انا مش شاربه حاجه وفايقه جدا. بقول لك بحبك ونفسي انام في حضنك. اوعي تاريخة الأدب، ما تربتيش. امشي، أنا مش عايز أشوف خلقتك تاني. امشي. أنا مش عارفة أنت متضايق قوي كده ليه؟ أنت بتزعقلي كده ليه؟ وأنا بقول لك حاجة، أنا عارفة إنك متجوز ومخلف وبتحب مراتك كمان، بس أنا اللي بحبك. تعرف انا في الاول كنت فاكره ان في حاجه بينك وبين ماما، كنت هموت من الغيظ، بس لما اتاكدت ان مفيش حاجه بينكم ما تتصورش السعاده اللي انا حسيت بيها. تعرف لما شفتك اول مره، ساعه لما جيت لنا البيت، لما قعدت ارزل وارخم عليك، انا كنت عايزه ارجع واعتذر لك تاني. مش عارفه انا عملت كده ازاي، بس انا كده دايما لما بحب حد قوي بتيجي معايا بالعكس. انت ما بتردش عليا ليه؟ انت مديني ظهرك ليه؟ وانا كل ما اكلمك تديني ظهرك. مالك يا حبيبي؟ اسمعني يا بنت، انت لازم تشيل الموضوع ده من دماغك.
أنا عمك، فاهمة أبوكي؟ عمر فرق السن ما كان له أي اعتبار عندي. أنت اللي فهمتني معنى الدنيا، أنت اللي عرفتني يعني إيه راجل ناضج يعني مليانة حنان. أنا مش عارفة أنا كنت معجبة بخالد ده إزاي، غالبا عشان كنت تافهة زيه، بس أنت حاجة تانية خالص. حتى لو كنت قد أبويا مفيش شاب في الدنيا ممكن يملى عيني غيره. افهمني يا نادر، الحكاية مش حكاية فرق سنة. أنا آخر بني آدم في الدنيا ممكن تفكري فيه التفكير ده. أنا كنت عارفة إن أنا يوم ما أحب آخر واحد في الدنيا ممكن ينفعني. بص أنا فاهمة ومش عايزة أخرب لك حياتك. إحنا ممكن نتجوز عرفي، ممكن نتجوز في السر، أو نعيش مع بعض من غير جواز أصلاً. عارفة اسم الفيلم الجديد؟ غرام على الكوبري. يلا بينا يلا. طب ممكن تسوق انت عشان انا مش قادرة اسوق؟ يلا. شوف يا نانسي، الأحاسيس اللي انت حاساها دي تعتبر أحاسيس طبيعية من بنت لأبوها، بس لما يبقى راجل في سن أبوها تبقى عقدة نفسية، بيسموها عقدة إلكترا. مش معنى كده ان انا بقول انك معقدة، لا بالعكس، انا عايز افهمك بس ايه اللي ممكن يكون جواك. اتحرمت من أبوك 20 سنة وفجأة طلعت لك انا في سن أبوك وبقوم بدور الأب، كان لازم ترتبطي بيا، بس دي أحاسيس كاذبة مش حقيقية. على فكرة أنا عايز أقولك حاجة، أنا اعتراضي على خالد ده كان اعتراض شكلي، لكن الولد كويس. ممكن ما تجيبليش سيرته؟ أنا مش طايقاه خالص. ليه؟ مش طايقاه ليه؟ عشان الكلمتين اللي أنا قلتهم عليه؟ بالعكس، أنا شايف إنكم لاقيين على بعض جدا. الولد بيحبك وأكيد هيخاف عليكي. مش معنى انك مش مصدق اني بحبك او انك رافض الحب ده اصلا انك تلزقني لاي حد كده. خالد انا عمري ما فكر فيه اساسا. انا اللي يهمني دلوقتي انك تتعاملي معايا كاب بالظبط، تسمعي كلامي وتعالي كده وتبطلي التخاريف اللي في دماغك دي. مالك يا مصطفى؟ ما تكلمني. شوفي شوفي كده اذا كنت قفلت الباب ولا لا. خير يا مصطفى؟ في ايه؟ مصيبة يا سعاد، كارثة. عمري ما كنت اتصور ان ده يحصل. في ايه يا مصطفى؟ قلقتني. نانسي بتحبني. يعني ايه؟ ما هي لازم تحبك، هو احنا عايزينها تكرهك؟ حب تاني، عايزة تتجوزني. ايه؟ جات لي النهارده الاستوديو عايز تتكلم معايا في موضوع. طلع هو ده الموضوع. تصور يا سعاد، بنت عايزة تتجوزني. اوعى اكون قلت لها حاجة. قلت لها ان ابوها. ايه؟ افتكرتني بتكلم عن فرق السن. والعمل يا مصطفى؟ مش عارف مش عارف مش عارف. انا شايف الطريق الوحيد قدامنا دلوقتي ان احنا لازم نقول لها. نقول لها ايه يا مصطفى؟ نقول لها امي خلفتك من الحرام؟ وانت هتقول لها ايه؟ هتقول لها ان جت نتيجة غلطة كده واحدة قضيتها مع امها؟ شوف يا سعادة، مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ نانسي لازم تتجوز،
لما يبقى عندها أسرة وأولاد كل المشاكل دي هتتحل. يا ريت، ده أنا بقى اطمنت عليها واستريحت يا مصطفى. الولد اللي اسمه خالد ده أنا شايفه لزق لها على طول، تفتكري بيحبها؟ والله ما أنا فاهمة لهم حاجة. عندك نمرته؟ أيوه. طب اطلبهولي. هتعمل إيه؟ هروح له دلوقتي، اطلبهولي. الو، ازيك يا خالد؟ ازيك يا حبيبي؟ لا نانسي جوه، دخلت نامت. ما هي ما نامتش من امبارح. هو انتوا بتريحوا نفسكم ابدا؟ في واحد عايز يكلمك. ايوه خالد. ايوه، اهلا وسهلا. مين حضرتك؟ دكتور مصطفى الهلالي. مش معقول، ده شرف كبير ليا ان حضرتك تكلمني على تليفوني. انا فين؟ انا في البولينج. تجيني؟ اتفضل. ايوه، خش بقى تاني شارع يمين، هتلاقي يافطه كبيره قوي في الوش. تشرف حضرتك. طب بتعرف تلعب؟ طب هعلمك. ماشي ماشي، مع السلامه. هو ده الدكتور هلالي؟ ايوه. طب وبيكلمك ليه؟ عايز منك ايه؟ انا عارف. لا يكون البت نانسي قالت له ان انا بصوره، حكم البت دي ما يتبلش في بقها فول. انا هكلمها اعرف منها قرايب الموضوع. قافله تليفونها. ايه ايه، على فين؟ انت مش كنت نمتي؟ ما انا كنت مريحه شويه بس فوقت على صوت الدكتور وهو بيكلم خالد. ورايحه على فين؟ مشوار صغير ومش متاخر. جاي واحد هترجعي بقى وش الصبح. لا يا حبيبتي، النظام ده بتلفي نظام جديد. باي باي. دكتور مصطفى حبيبي، والله حبيبي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. على فكره هنا بيعملوا اكل تحفه، ايه رايك نضرب لنا سندوتشين كده؟ همبرجر سوسيس. شكلك على لحم بطنك. انا فعلا جعان قوي، بس معلش اخد عصير عشان اعرف اتكلم معاك. عصير ايه وبتاع يا دكتور؟ ده انا كنت طالب اكل، ولما عرفت انك جاي خليتهم ياجلوه عشان ناكل سوا. معلش يا خالد، انا لازم اتعشى مع المدام والاولاد. عقبالك. ولا يهمك، اتفضل اتفضل. عصير يا ابني فريش، والاكل بتاعي. شوف يا خالد حبيبي، انا يمكن ما بفهمش في الدنيا دي اكتر ما بفهم في البناء الدنيا. وانا الحقيقه اول ما شفتك عرفت معدنك على طول. شكلنا كده داخلين على شتيمه يا دكتور. لا لا بالعكس يا خالد، انت معدنك طيب. انت عارف تعمل زي ايه؟ زي حته الجوهره اللي عليها شويه تراب، لو مسحنا التراب ده ولمعناها هتبرق وتبقى زي الفل. انت من البني ادمين الواحد يتشرف بمعرفتهم. حضرتك زي اللي جاي يخطب لبنته بالظبط، مش المثل بيقول كده؟ يا ريت يا خالد، انا ما كنتش عايزاها عنك، بس انا بنتي اصلها صغنطوطه يعني. انا برضو جاي في موضوع شبه ده. نانسي انا بعتبرها زي بنت بالظبط، وانا شايف ان هي معجبه بيك جدا، وحاسس كمان ان انت معجب بيها، مش كده؟ فانا شايف الطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده، الضياع والسهر، حرام عليكوا شبابكم. طب ما تجربوا تمشوا في طريقنا. يعني لو انت ونانسي اتجوزتوا وخدتها ولفيتوا الدنيا كلها واستمتعتوا ببعض، شوف قدر السعاده اللي ممكن تحسوا بيه قد ايه. يعني تبقى السعادة قدام عينينا ونبعد. طب اشرب العصير يا دكتور، اصل الموضوع كبير قوي.
بقى حضرتك جاي تعرض عليا ان انا اتجوز نانسي؟ لا انا ما برميش نانسي عليك، انت عارف نانسي جاي لها عرسان كتير قوي، انا بس حسيت ان في قدر من التفاهم بينكم وده اللي خلاني اتدخل. دكتور هلال انا عايز اسال حضرتك سؤال بس ارجوك ما تزعلش مني. تدخل حضرتك في موضوع شخصي وعائلي جدا زي ده بصفتك ايه؟ رئيس حزب الفضيله برضو؟ وما تزعلش مني مره تانية، انا داخل على جواز ولازم اسال على العيله اللي هنسيبها. عندك حق يا خالد، سؤالك مشروع جدا وانا هقول لك الحقيقه. انا يا ابني كنت السبب في تغيير مسار الست سعاد مامة نانسي، انا اللي خليتها تعتزل الفن والشهره والرقص والكلام ده، عشان كده انا حاسس ان انا ليا في العيله دي، زائد ان انا شلت نانسي دي وهي حته لحمه حمراء، فحاسس تجاهها بنوع من الابوه، حاسس اطمن عليها، اثق انها بقت في ايدين راجل، وانا شايف ان انت خالد انسب واحد لنانسي. ايه اللي بيضحك؟ انا قلت حاجه تضحك؟ تفتكر يا دكتور هلالي واحد لافف وصايع زيه يوم ما يتجوز هيتجوز نانسي؟ مالها نانسي؟ ما التصرفات اللي مش عاجبك دي انت اللي دفعتها ليها، انت اللي وديتها للطريق اللي مش عاجبك وجاي تعترض عليه دلوقتي. ما هو انا في بنات كتير حاولت اوقعهم في السكه دي وما استجابوش يا دكتور، بقى اسيب دول واروح لنانسي اللي ممكن انزلها من بيتها برنه الساعه 2 بعد نص الليل، اللي امها كانت رقاصه. دكتور هلالي انت عندك اولاد؟ لو ابنك جالك وقال لك انه عاوز يتجوز نانسي هتوافق؟ وخليك فير ارجوك، ما تنساش انك رئيس حزب الفضيله برضه. يعني الفتوى اللي بتقولها ولا النصيحه بتتحاسب عليها. بس كل ده مش مهم، احنا عاملين زي الشطرنج بالنسبه لك، تحركنا يمين شمال زي ما انت عايز. بس في حاجه بقى عايزك تجاوب لي عليها. اتفرج معايا كده يا دكتور. نانسي دي ولا مش نانسي؟ احضان دي ولا مش احضان؟ بقى انت عاوز تحب وتتحب وانا اللي ادبس واتجوز؟ والنبي سيبك من الالعاب دي يا دكتور وتعالى بقى لما اعلمك انا اللعب ازاي. ما تيجي يا دكتور. اشتركوا في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.